انت هنا، هل يمكنك، هل تقدر تسمعني ولا لا؟ الله، لا يكون هذه الغابة المشهورة اللي يأكلون فيه لحوم البشر. تدرون مش لحوم البشر؟ لحوم البشر يعني أنا لحمي، هذول راح يأكلوني أنا لو ما طلعت من هالمكان بسرعة. شوف، خلنا نشوف، كله بحر، يمين يسار بحر. الله أكبر، أنا جيت الآن نصف المسافة. خلني أشوف، أي والله باقي نص فوق. بس قبل ما أطلع فوق خلني أشوف إذا في شبكة ولا لا هنا. دقيقة خلني أشوف أتأكد، وش هذا؟ في صناديق هنا. إيوه يعني في أسلحة، في علاج. ها؟ وش هالصوت؟ الله أكبر، أنا وش فيني كل شيء مطلع لي صوت ضجيج، مطلع لي ضجيج. الله أني أسمع لي صوت، شكله ملاك لحوم البشر سمعوا الإزعاج اللي أنا مسويه. الإزعاج اللي سببته أنا راح يسبب لي مشاكل. خلني أشوف، والله أني أسمع لي أصوات ناس واجدين. خلني أشوف. يا الله يا ربي، أنا وين ضايع فيه؟ خلني أدور. الحمد لله لقيت لي سلاح يمكن راح يفيدني بعدين. دقيقة خلني أشوف هنا وش عندنا. وش هذا؟ دقيقة خلني أشوف، في جرائد، في أخبار، في أوراق. لا والله ما لقيت شيء، لا حول. خلني أشوف لي هنا في الزبالة. يا الأيام، أنا وين جيت فيه يا جون؟ حظك تافه يا جون. خلني أشوف أدور لي شيء، لا والله ما لقيت. يلا خلني أكسر الباب وأطلع من هنا. أيوه مكسور الباب، الحمد لله، وراه ما ينفتح ذا. أوكي يا ربي، وين تياغو؟ دقيقة خلني أشوف الجوال، يا رب ممكن في شبكة. وين؟ لا حول، ما في شبكة. لازم اتصل على تياغو، اروح لي في مكان عالي يعني علشان احصل لي شبكة. اتصل على تياغو اطلب مساعدة، انا والله ضايع ما ادري انا وين فيه. دقيقة خلني اشوف، اما عاد وجه المنطقة، وجه المكان المهجور، انا وين جيت فيه؟ الله، شوف في سفينة، في ناس واقفين هناك، شرطي مدري وش، حرامية. تياغو وينك؟ يا ربي، والله اني خايف مرة. دقيقة خلني اشوف جون، ما في شبكة بس في لوكيشن طالع لي غريبة. والله وين جون هذا؟ وين ضايع فيه؟ والله مو معقولة يروح في الغابة. بعد الغابة هذا مشهورة، يقولون الغابة هذا فيه الأكل لحوم البشر. يلا ما عليك يا جون حبيبي، تياغو البطل جاي يساعدك إن شاء الله، ومن هنا راح يبدأ مغامرة جديدة. جايك يا جو يا 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 جون حبيب أخويك القلب، جايك. لا تخاف. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا نبدأ المغامرة جديدة. جايك يا جون. يا رب خلنا نشوف ممكن احصل لي شيء هنا. الله اكبر، وش هالمخلوق؟ مخلوق فضائي تقول؟ يا ويلي ويلاه، شوف جسمه كيف، تقول كأنه إليان. لا والله، لا، وبعد واقف عند السفينة، لو هذا أبوه موجود كان أقدر أهرب من هنيا. يا الله خلني أروح أشوف، يا رب أحصل لي شيء. أبغى أدور لي جبل أو أي شيء يوديني فوق مكان عالي علشان أحصل شبكة. هذا وش بلا واقف هنا معه كشاف بعد، جالس يدور لحاجة. شكل هذول حراس. الله أكبر، ايش هالمكان؟ أنا وين ضايع فيه؟ أضربه ولا لا؟ دقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم. والله وفي بعد واقف هناك واحد، وهناك واحد، كم عددهم؟ خلني أذبحه. دقيقة بسم الله، لا والله لو ذبحته يمكن راح أموت أنا، ما أبغى أدور لي مشاكل. أنا من في واحد واقف هناك بعد، لا حول ولا قوة إلا بالله. وين أحصل لي شبكة؟ يا رب ما يسمعني ذا، وش يسوي ذا؟ بني ناظر. لقيت في خزان فوق، في سلم أقدر أروح هناك فوق علشان أحصل لي شبكة. حلو والله، فكرة حلوة. دقيقة، في دباب هنا، يعني أقدر أذبح العسكري ذا وأقدر أسرق الدباب وأفر من هنية. دقيقة، أوكي دقيقة، قبل ما أطلع فوق الخزان الثاني هذاك الكبير خلني أطلع هنا. والله ما تدري، يمكن الشبكة الجوال تطلع لي هنا.
الله أكبر، وين أنا في؟ بسم الله، هذا وش جابه ذا هنا؟ خلني أضربه ذا. خذ لك يا كلب، يا كلب خذ لك، تمسكون الوراعين وتخطفونه هنا يا كلاب أنتو إياه. يا رب أحصل منه سلاح أو شيء. باش عنده ذا كشاف؟ حلو، لقيت لي تورتش، لقيت لي كشاف، لمبة يعني إنارة، خلني أشوف. حلو حلو، ما لقيت منه مسدس. وش هالمنطقة؟ أنا والله أوكي، لازم أروح فوق. دقيقة قبل ما أطلع فوق هناك، خلني أشوف الشبكة جاء هنا ولا لا. ما في فائدة، ما في شبكة، لازم أطلع فوق الخزان الكبير هذاك. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، خلنا أنزل. الله أكبر. الله، بغيت أموت، حسبي الله ونعم الوكيل. وشوف ذا بعد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، اشوف الغابة، هذا هو، انا جيت وصلت الغابة بعد 3 ساعات، اللهم لك الحمد. لكن ما شاء الله، شوف الغابة كيف، ما في لمبة، ما في انارة. خلني اشوف، اي والله هذا هو شبكة، هذا هو شبكة، هذا هو المكان. انا تأكدت من الموقع، الارسلة لي جون، هذا هو، لكن للأسف ما في شبكة، فلازم اطلع فوق هناك. شفتوا المكان هذاك فوق؟ لازم اطلع له فوق القمة عشان احصل لي شبكة، واتصل على جون قلبي واطلب منه يعني يرسل لي اللوكيشن هذا، فهم كيف؟ يلا والله مرة مرعب المكان، مرة مرعب. دقيقة، انا معي كشاف اللهم لك الحمد، ومعي شوية اسلحة. يلا خلنا نشوف. الله اكبر، تقولون كأنه جراسيك بارك، تعرفون جراسيك بارك فيلم الديناصورات الهوليوود. الله، لازم اطلع فوق هناك. ما عليك يا جون، هل انت هنا؟ هل يمكنك، هل تقدر تسمعني ولا لا؟ ما شكله والله بعيد، شكله جون بعيد من هالمكان. يلا خلني اشوف وش هالمكان. الله اكبر، الله اكبر، لازم اتصل، خلني اشوف اذا في شبكة ولا لا. جون، تقدر تسمعني يا جون؟ يلا بسم الله، خلني اطلع فوق الخزان هناك. الله اكبر، يا رب ما يشوفني العسكري ذا. خلني اشوف الخزان، اي هذاك فوق، خلني اروح من هنا علشان ما يشوفني، علشان ما يصيدني الرجال هذا ويذبحني. والله ما تدرون كيف طريقة الذبح عندهم. كأنه شافني، لا الحمد لله ما شافني. يلا خلني اطلع فوق، خلني اطلع فوق الخزان بس. الله اكبر، والله فوق مرة، كيف اطلع؟ والله اني خايف. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يلا. الله المنظر، وين انا في؟ هذا غابة، غابة مهجورة شكله. الله الله، لا يكون هذه الغابة المشهورة اللي ياكلون فيه لحوم البشر. تدرون وش لحوم البشر؟ لحوم البشر يعني انا لحمي، هذول راح ياكلوني انا لو ما طلعت من هالمكان بسرعة. شوف، خلنا نشوف، كله بحر، يمين يسار بحر. الله أكبر، أنا جيت الآن نصف المسافة، خلني أشوف. أي والله باقي نص فوق، بس قبل ما أطلع فوق، قبل ما أطلع فوق خلني أشوف إذا في شبكة ولا لا هنا. والله كأنه في شبكة جت وراحت. يا ما عليه، لازم أطلع فوق، لازم أطلع فوق قبل ما يصير لي شيء، علشان أحصل لي شبكة مرة حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بسم الله. أيوه، الله الله، أوه ما شاء الله، وش هالفتحة؟ والله غريبة، الخزان هذا في فتحة. لا لا، لازم ابتعد، لا اطيح فيه واموت، والله ما تدري. خلني اشوف، خلني اروح قريب. الله 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 اكبر، دخل داخل، وش هذا؟ مخلوق داخل الخزان، رحت فيها، لازم اذبحه. خذ لك انت البرع، خذ لك. الله اكبر، جسمه جسم حيوان، ووجهه وجه بني ادم، نصه إنسان نصه حيوان، أنا وين جيت فيه؟ وشوف الخزان، الغطاء حقه شفاف. يا الله، يا ربي. دقيقة، لوكيشن حق جون يتحرك، يعني هو ما زال قريب من هنا، يعني هو في الغابة هذه،
لكن ما أعرف موقعه بالضبط. يمكن هو يمكن يكون هناك في الهجرة اللي ورا هناك، يمكن طايع في البحر، ما أدري والله. لا إن شاء الله لا يطيح في البحر، إيش اللي طايع في البحر؟ يلا خلني أنزل من هنا وأشوف، أستكشف المكان هذا بكبره. الله أكبر، في أصوات مرعبة جاية، شكله نمر، شكله أسد، شكله فيل، شكله ديناصور، والله ما أدري. يلا خلني أنزل من هنا سرعة. الله الله الله، أيجيو، والله بغيت أموت أنا يا ربي. يلا اللهم لك الحمد. أوه طلع مني دم، يعني أنا الآن أصبحت مجروح، لقد أصبحت الإنسان مكسور الأضلاع يا ربي. يلا خلني أروح عند الدباب حقي. والله شوف الدباب بنفسه رعب، لكن والله ما لقيت الله. رونالدو جالس يذبح هناك، جالس يذبح العملاق، اللي ما شاف الحلقة يروح يشوف، ترى الحلقة مرة حلوة. شكلي وصلت المكان حلو يعني. الله أكبر، شوف في بيوت، يعني الإنارة شغالة، يعني في ناس موجودين هنا، يعني في الحياة. خلنا نشوف اللوكيشن. إيه والله جون مرة قريب، يعني داخل نصف كيلومتر. ممكن يكون داخل البيت هذاك، ممكن يكون هنا داخل. يلا خلني أبدأ من داخل الصالة هذه. الله أكبر، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، كيف انفتح الباب ذا؟ كيف انفتح؟ والله جني سقني. جون، أتقدر تسمعني يا جون؟ أنا تياغو أخويك، جاي يساعدك هنا يا جون. والله شكله مو هنا، بس أنا أسمع لي صوت. ها؟ إيش هذا؟ من أنت؟ أنت إيش جابك هنا؟ وإيش جابني هنا؟ أنا والله يعني جاي أدور صديقي ضايع اسمه جون، تعرفه؟ جون اللي لابس ملابس أحمر. إيوه اللي لابس أحمر. أي كفو عليك، كفو، وينه فيه؟ إيش جابك أنت هنا؟ والله راح نقتلك أنت. وإيش قصدك أنت؟ استهد. وش فيك كذا؟ والله لا أذبحك. أنقلع. وين جون؟ علمني ولا ترى راح تموت. الله ما تشوف خلقه بعد. الله أكبر. تعالوا أنتوا. أتنادي مين أنت؟ أنت من تنادي أنت؟ الله لا أذبحك، خذ لك. والله. ساق الثاني من فوق هناك. والله ما أخليك، خذك. تستاهل. من أنت بعد؟ الله أكبر. لحم شحم فحم. الله أكبر. شوف كبره. يا ربي خذك. أما عاد مات. جاك الثالث. الله ما أفتكينا من الثاني، جاء الثالث. الله أكبر، وراكم أنتوا وجهكم كذا تقولون كأنكم لحوم الآكل البشر. آكل لحوم البشر قصدي. الله أني مضيع، الله من الخوف والرعب. شوف الدم. الله أكبر. إيوه كافو، أفتكينا من العملاق هذاك في الحلقة اللي راح، وجينا الآن عند الزومبيس. مو زومبيس، هذول آكل لحوم البشر. الله أكبر، شكله هذه الغابة المعروفة المشهورة بالأكل لحوم البشر. إي والله. دقيقة، في لابتوب هنا. حلو، اللابتوب هذا يقدر يفيدني. خلني أتأكد من الغرفة إيش موجود هناك. الله أكبر، أنا وراي كذا. أسكت، والله صوت الدرمات هذه راح يجيب لي مشكلة. خذ لك، وراك كذا مزعج. الله، أنا مطلع الصوت بنفسي، لا يسمعوني الأكل لحوم البشر يجوني هنا الآن. دقيقة خلني أشوف أتأكد وش هذا. في صناديق هنا، ايوه يعني في اسلحه، في علاج. ها وش هالصوت؟ الله اكبر، انا وش فيني؟ كل شيء مطلع لي صوت ضجيج، مطلع لي ضجيج. ها الله اني اسمع لي صوت، شكله ما اكل لحوم البشر سمعوا الازعاج اللي انا مسويه. الازعاج اللي سببته انا راح يسبب لي مشاكل. خلني اشوف، والله اني اسمع لي اصوات ناس واجدين. خلني اشوف، ما في احد. دقيقة خلني انزل. ايوه الله اكبر. الله كاني اشوف لي شيء من داخل البوابة هذه كذا. الله اكبر، جو اكثر. يا ربي فكوني، ترى عندي حريق، عندي ملطف. الله يا ربي. الله بخر وراك، الله يقلع ام الشيطان يا شيخ. ايياه والله ما اخليكم تراكم تن حتى انحر قرون. يا ربي انا اوريك، اطلع من ذا المكان عشان ما ينحرق المكان بكبره. تعالوا الحقوني براعين، تعالوا. ايوه خذ لكم، راح تموتون. ايوه
كذا إنا لله وإنا إليه راجعون. تشتعلون البرعات، احترقوا، اذهبوا إلى الجحيم. يا الله دو بعد، خذ لك أنت إياه. آه، تراني ورع صغير، بس تراني فيني قوة خارقة جدا. يا ولي ولا، خذ لك أنت إياه. وانت بعد خذ لك الثاني. هاي فايلنس، انا مسبب الازعاج، انا القوي، انا البطل تياغو البطل، راح يساعدك يا جون. يلا يلا خلني ادخل داخل بلا كلام فاضي، مفروض الواحد ما يهايط واجد يعني، ولا راح ينقلب فوق بعض، تعرفون كيف. والله اني اسمع لي صوت كأنه باقي واحد منهم. دقيقة خلني اشوف، خلني اشوف اللوكيشن. الله والله في خزان مرة كبير جنبه جون، يعني وين الخزان هنا؟ ما في أي خزان هنا قريب، يعني أنا بعيد شوي. ها الله أكبر، أيا وخر وراك الطقوع، خذ لك تشتاحل تشتاحل، ما حد قال لك تجي تزعج تسوي لي مشاكل. يا ربي وين أروح الحين؟ خذ لكم أنتو ياه يا زومبيس. يا ربي وهذا كذا، الله الله الحركة، وش رأيكم كذا بلا تشوف ما تشوف ورا وراح يحترقون يعني. الله أنا سوبرمان God damn it. الله أكبر، اللوكيشن حق جون يقول إنه في خزان مرة كبير قريب. والله خلني أشوف اللابتوب هذا راح يفيدني، يمكن يطلع لي مكان، يطلع لي خريطة. بسم الله الرحمن الرحيم، ما عليك يا جون، راح أساعدك إن شاء الله. خلني أحط الحريق هذا في جيبي. يلا والله اني ضايع. دقيقة في شبكة؟ ايوه في شبكة، الحمد لله. يلا انا ارسلت رسالة، ارسلت لوكيشن عن تياغو. وانت ولا تكفى لا تقوم، والله لو قمت هنا لو تستيقظ راح اموت. شوف انا وين جيت فيه. تياغو خويك جون ضايع في الخزان، تعال ساعدني بالله. هلا شباب، اتمنى انكم ما تنسون اللايك وتكتبون تعليق تحت وتشيكون على المقاطع الاولى اللي طالعه قدامكم. هلا تياغو علمهم علمهم. هلا هلا لازم تكتبون تعليق تحت.